السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عبد الناب محمد في شرح لدرس تواضع النصوص، تواضع سيدنا عمر للشاعر الكبير حافظ إبراهيم. هنتكلم عن حافظ إبراهيم. حافظ إبراهيم لقب بألقاب كثيرة، منها شاعر النيل و شاعر الفقراء، هم دول الألقاب اللي مذكور عندنا في الكتاب. فالدرس إن شاء الله ياريت يعجبكم شرحي فيه، وإن شاء الله درس سهل وتفهموا مني. أهم حاجة في الدرس هي الأفكار بتاعة الدرس. أول فكرة هي تواضع سيدنا عمر. الفكرة التانية هي دهشة رسول كسرى. الفكرة التالتة آثار الشورى. الفكرة الرابعة آثار العدل. ان شاء الله احنا اول قلنا في نص قبل كده ان احنا بنقرأ النص وبعدين نحلل النص، فهنبدأ بقراءة النص. هنبدأ بقراءة الفكرة الأولى وهي تواضع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعية، وعهده بالملوك الفرس أن لها ثورا من الجند والأحراس يحميها. كسرى هو اسم لكل ملك من ملوك الفرس قديم. ماشي. الفكرة الثانية وهي الدهشة والعجب. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. الفكرة الثالثة آثار العدل والشورى. آمنت لما أقمت العدل بينهما، فنمت نوم قرير العين هانيها، يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. في تحليل النص هنبدأ بالنص الأول والنص الثاني. في النص الأول يظهر الشاعر في الأبيات إعجابه بتواضع الخليفة عمر بن الخطاب، فقد دهش وتعجب عالم كسرى عندما شاهد سيدنا عمر بين الناس بلا زينة وهو أمير المؤمنين وخليفته، بينما ملوك الفرس يعيشون في زينة وتقوم عليهم حراسة مشددة من الجند. وطبعا هنعرفه أن ثورا من الجند والأحراس يحميها. هنا صوره او اسلوب مؤكدا بان وتقديم الجر والمجرور يفيد التأكيد والتخصيص، وثورا نكرة تفيد العموم والشمول. لو بصينا في البيت الثالث والرابع هنلاقي ان رؤيته مستغرقا في نوم، يعني تعجب عامل كسرى ان رأى امير المؤمنين مستغرق في نوم، يعني ايه نايم وهو مستريح بلغتنا كده، نائما تحت ظل شجرة مغطيا بثوبه التي كان يمزقه لقدمه بلا حراسة، مع انه طبعا كان الذي هز خوفا طبعا الجنود. وبينما ملوك الفرس نقوم عليهم حراسة مشددة، حتى يومنا قبل كده طبعا. لو بصينا في البيت الخامس والسادس هنلاقي انه سيدنا عمر امن جدا جدا لما اقام العدل والشورى، ودي من اثار العدل والشورى اللي قلناه في اول الدرس او اول النص. الشرح بتاع البيتين يصف الشاعر سيدنا عمر بالعدل لأنه نشره بين الرعية، من أجل ذلك كان أمينا مطمئنا، يا عمر فنمت مسرورا سعيدا. البيت السادس والسابع والثامن
كما انه هو الذي نشر مبدأ الشورى. يعني ايه؟ هو اول من بدأ بالشورى في الوطن العربي. كانش في حاجة ايامه اسمها شورى، كان كل واحد برأيه والحاكم برأيه خلاص، كانش في حاجة اسمها شورى. ولكن في عهد سيدنا عمر، في عهد سيدنا عمر بدأت الشورى. يبقى نركزوا في الحتة دي، في عهد سيدنا عمر بدأ الشورى او بدأت الشورى. بدأ مفهوم الشورى طبعا اللي محدش كان عارف يعني شورى، سيدنا عمر هو اللي عمل او هو اللي بدأ به. طبعا يطبق الان في مصر كمجالس، مجلس الشعب ومجلس الشورى، ولازم كلنا نتشاوروا فامركم شورى بينكم. اهم التعبيرات الجمالية عندنا التعبير الجمالي في البيت الاول، وايضا في البيت الرابع والبيت السادس. في البيت الاول تعبير جمالي انام، في البيت الاول تعبير جمالي بيقول ايه؟ وراء صاحب كسرى، تعبير يدل على العجب والدهشة، ان رأى عمرا بين الرعية عطلان، تعبير يوحي بتواضع عمر رضي الله عنه. البيت الرابع فوق الثرى تحت ظل الدوحي، الدوحي جاءت جمعا لتدل على جمال الطبيعة وكثرة الأشجار الكثيف، تعبير يوحي بالتواضع بين فوق وتحت، وتضاد يبرز المعنى وأسلوب مؤكد بتقديم شبه الجملة وهو فوق الثرى. والبيت السادس بيقول ايه؟ البيت السادس أمنت لما أقمت العدل بينهما، فنمت نوم قرير العين هانيها. طبعا أمنت وأقمت ونمت أفعال ماضية تفود التحقق والتثبوت والتثبيت. يعني لما أقمت العدل علاقتها بما قبلها أمنت تعليل، وهو يدل على أن تحقيق العدل شرط للإحساس بالأمان. أهم ثلاث معاني نحفظهم جدا جدا جدا، لأن النصوص عادة ما بيبقاش فيها معاني قد كده، فلما يطلع من النص ثلاث معاني لازم نفهمهم كويس جدا. المعنى الأولاني والمعنى الثاني والمعنى الثالث. طبعا الأكاسر، الأكاسر هي ملوك فارس ومفردها كسرى وعطلا خاليا من الزينة وجمعها عطار راعيها حافظها. ماشي، وشكرا لكم. كان معكم محمد عبد النبي محمد. طبعا زي ما بيقولوا كده جميع الحقوق محفوظة لموقع نفهم، وان شاء الله يا رب تكونوا فهمتم مني، وكلنا ان شاء الله نستفادوا من الموقع الجميل موقع نفهم. وشكرا لمتابعتكم، وأرجو